أتى سندباد ورفاقه إلى الأهرام لشفاء الجرح الذي أصاب فوفو الفيل الصغير، فقد كان يقال إن للهرم قوة خارقة لشفاء جميع الأمراض والجروح. ها قد وصلنا، هذا هو الهرم الكبير الذي سنتفحصه أولا. يا إلهي، ما أعلاه، إنه أعلى من قصر والي بغداد. هذه الفتحة حفرناها من أجل التنقيب، وسنصل إلى الهرم قريبا. عظيم، سنصل إلى قلب الهرم من هذه الفتحة. يحو، وهكذا نستطيع أن نشفي جراح فوفو. حسنا، لنحفر الآن كلنا معا. نحفر معا؟ طبعا، يجب أن نساعده، يجب أن لا نضيع الوقت. معك حق. أضف إلى ذلك أن الجو تحت الأرض بارد. حسنا، إذا ننضم إليهم. أريدك أن تقف حارسا لنا. حارسا؟ في الحقيقة الكثير من اللصوص يطمعون في سرقة الكنوز المدفونة هنا، وقد يهاجمنا اللصوص، من يدري. اتكل علي، إذا لن تجد إنسانا أكثر تنبها. هم هم من هنا أستطيع أن أميز كل الأشياء بوضوح، وإذا اقترب لص أراه بسرعة. وأنت تذهب إلى الحفرة. لحظة أرجوك، يجب أن ننقل فوفو إلى مكان بارد. لكننا سنطلب من الفيل الكبير أن يساعدنا في الحفر. كثيرا هنا. نونو، ماذا أصابك؟ لقد علقت يدي في الداخل. لا تتحرك، اسحبها ببطء. يا إلهي، إنها تؤلمني كثيرا. لا تخاف يا فوفو، هيا نرفع الصخرة يا عم علاءالدين. هيا لنحاول. هيا. يدي، يدي تؤلمني، يدي. خارطك واي، ساعدني يا رب. قد يكون السرداب السري المؤدي إلى الهرم، ما رأيك يا سندباد؟ ماذا؟ ها؟ أرى أحدا يقترب منا. اللعنة، لن يسمعوني أبدا. هذا الرجل هو. نعم، الرجل هو نفسه. عرفته، هذا هو الرجل الذي دخل إلى بغداد وسرقها على رأس عصابة من اللصوص. وماذا لو كان زعيم اللصوص؟ ماذا تقول؟ علي بابا، التقينا أخيرا. ماذا تعني؟ لن أدعك تتدخل في عمليات التنقيب أبدا. ماذا تفعل؟ كنت أريد أن أقبض عليه. علي بابا، هذا الرجل هو رئيسي.
ماذا؟ ألم تقل إنك علامة ينقب في الأهرام؟ أنت لا تعرف أن تفرق بين اللص وعالم الآثار. ما زال أمامك الكثير لتتعلمه يا علي بابا. تشجع، سنصل بعد قليل. انتظروني. توقفوا توقفوا جوعي. توقفوا توقفوا. نونو يا إلهي، نونو نونو نونو، لا تخف سيدي بات. فوفو معك أيضا. فوفو، ما أشد الظلمة هنا، لا أقدر أن أفعل شيئا. انتظر، سأشعل نارا. الطريق إلى الهرم. لغة غريبة. هذه كلمات مصرية قديمة. ماذا كتبوا هنا؟ كل من يدخل القبر تحل به اللعنة. تحل به اللعنة؟ هيا تقدم. لكن هل هذا الممر آمن كي تطلب مني أن أسير فيه؟ لهذا السبب أجعلك تسير أمامي. لكن إذا أصابني مكروه سأجعلك تدفع الثمن بنفسك. كف عن الكلام وسر أمامي. هيا. فهمت، لعنة الله عليك. يا إلهي، يا هل المصيبة. أنا متأكد أن هذه الطريق توصلنا إلى الهرم. اهدأ قليلا يا فوفو. فوفو دون جدوى، إنه يضعف شيئا فشيئا. سندباد، أعتقد أننا سنجد مدخلا إذا تقدمنا أكثر. إذا هيا بنا يا سندباد. ادفعوا الباب بقوة أكثر. عندما ندفع هذا الحائط نصبح داخل الهرم. هيا يا علي بابا ساعدهم. كلا، لن أقوم بأعمال دون فائدة. يا لك من وقح، اللعنة عليك. لقد بنى هذا الهرم باقرة في فن العمار، فكيف تجرؤ أنت يا زعيم اللصوص أن تحفر فيه حفرة لتدخل إليه وتسرقه؟ قل لي كيف تجرؤ. من سمح لك أن تكلمني بهذه اللهجة؟ إذا قتلتني ستموت على أيدي الفيلة. قد تكون هذه الخنفساء الذهبية مفتاح الوصول إلى الهرم. لكن لا تبدو لها خصائص معينة. يجب أن ننظر جيدا إلى الخريطة. يا سندباد، الخنفساء الذهبية تبدو على الخريطة رأسا على عقب. اقلبها اقلبها رأسا على عقب. هذه الغرفة يحفظون كفن الملك الكبير. لا تخف. في حلم.
أروع هذا المشهد. الفراشين يا هذه الأزهار يبدو كأن حياة هنا. ما قوة العجيبة داخل الهرم قد تكون هنا في هذه الغرفة؟ أرى علبة هناك. رائحة هذه العلبة أشجار كأنها قطفت بالأمس. إنها القوة الخارقة. يحاول أن يقف. إني لا أصدق عيني. إنها قوة الهرم الخارقة. إذن هناك قوة خارقة في هذه الغرفة. تباً لنا، لن يمكننا الدخول إلى هذا المكان. يجب أن نرجع من هنا وإلا دفننا أحياء. لا أقدر أن أرجع الآن. افعل ما تشاء. أيها الرجال، أجبروه على العمل. حاضر يا سيد. ماذا؟ انتظر، انتظر لحظة. اسكت. انتظر، الفيل سيهب إلى نجدتي. أجل. ماذا ستفعلون؟ انتظر. على كل حال، سأفعل ما تريدون، سأفعل ما تريدون. يبدو أن أحداً خلف الحائط. هي، هل تسمعني؟ سندباد، تعال انظر. فوفو ذهبية. هذا يعني علي بابا. سندباد، كيف دخلت إلى هنا؟ دخلنا، تقابلنا منذ زمن بعيد. أنت؟ هذا ما كنت أبحث عنه. أخيرا وجدته. أخيرا وجدته. انقلوها بسرعة. هاي سندباد، أريدك أن تساعدنا. نعم، وهذا الفيل يمكنه أن يحمل كميات كبيرة من الكنوز. كلا، فوفو ما زال مريضا وجرحه لم يشف بعد. إذا رفضت مساعدتنا سوف تموت. ماذا حدث للسيف؟ حدث ذلك بسبب القوة الخارقة الموجودة في هذه الغرفة. أنا أيضا أشعر وكأنني أصغر سنا. تعالوا انظروا، انظروا ماذا حدث، لأنكم لم تحفروا الأرض كما يجب. سيدي لا تقلقوا، أنا متأكد أن هناك ممرا آخرا دخل منه سندباد ورفاقه. هيا سندباد دلنا عليه. أن نخرج من هنا. إذن سر أنت أمامنا. يا إلهي، ما العمل؟ يا إلهي، سندباد، سندباد. يبدو أن هذا الباب يقفل بوجه الذين يريدون سرقة الكنوز والحلي. سندباد، افتحوا الباب. افتحوا الباب. افتحوا الباب. لا فائدة من الصراخ، لن يسمعنا أحد. على كل حال، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. يجب أن نفعل شيئا. أتسمع؟ يجب أن نفعل شيئا. لا أريد أن أدفن حيا هنا. قد نعيش إلى الأبد إذا عدنا إلى تلك الغرفة العجيبة.
أرجوك لا تمزح. ما الفائدة أن أعيش إلى الأبد داخل الهرم؟ أنا لم أتزوج بعد، أنا لم أتزوج بعد، أريد أن أتمتع بالحياة قبل أن أموت. لا تصرخ في وجهي هكذا مرة ثانية. علي بابا، الأزهار أخذت تذبل. ماذا؟ الخروج لن يتحرك. سندباد، ماذا ستفعل؟ دعينا نستخدم الفيل. سندباد، هل القارب ستصل؟ نونو وفوفو علقا خلف هذا الباب، أرجوك ساعدني على إنقاذهما. أرجوك أيها الفيل الكبير ساعدني. أسرع علاء الدين، أسرع، ماذا تنتظر؟ هيا أسرع. ما دمت تطلب مني ذلك فلنسرع. هيا بنا، هيا. فوفو قم وامشي. انتبه يا فوفو، بسرعة 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 بسرعة. لقد نجونا نجونا نجونا. هيا يجب أن نأخذ صندوق الكنوز. الباب يقفل إذا مر به أحد يحمل كنزاً أو ذهباً أو أي شيء مماثل. ماذا؟ كلام فارغ. إذا لم تصدق ما أقول لك، حاول أن تدخل هنا حاملاً بعض الحلي. هيا حاول، حاول أن تدخل. أنت تمزح. على كل حال أنا لا أريد أن أدخل. هيا هيا بينا نونو، هيا. إذا لم تفهموا ما قال سندباد فلن نخرج أحياء من هذا المكان، هل فهمتم؟ أسكت. سأخرج مثل الجميع. إلى اللقاء، ستموتون هنا مع كثير من الكنوز والجواهر. انتظر. كلا دعني أذهب يا سيدي، هذا المكان ملعون. النجدة النجدة. ما الفائدة؟ كثير من المال وكثير من المصاعب، ما أقل حظي. هل فهمت الآن ما أسخف وأبشع أن يكون الإنسان لصا؟ نعم نعم، ومن الأفضل أن تغسل يديك قبل أن تترك الهرم، وإلا بقيت هنا. هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. كل هذا بسببك أنت. كلا، هذا ظلم منك. نونو، الجميع بانتظارنا، لنعود إلى الأدغال. حسنا، فوفو هيا بنا إلى الغابة.
عاد نونو إلى الأدغال حيث كان أصدقاؤه بانتظاره، وعاد معه فوفو الفيل الصغير الذي شفي من جروحه بواسطة قوة الهرم الخارقة.